ديك القناة العصبية. آلام ديك القناة العصبية قد تكون نتيجة تليف أو نتيجة ورم في الأربطة حوالين جذور الأعصاب، أو نتيجة اختناق نتيجة انزلاق غضروفي من الغضروف نفسه زاني جذور الأعصاب فيسبب آلام مزمنة في جذر العصب. في بعض الحالات دي بنحتاج ان احنا نعمل توسيع للقناة العصبية برضو بتدخل بسيط باستخدام البنج الموضعي باستخدام الأشعة الفلوروسكوبية، بندخل بالمنظار بدون جراحة نقدر نوسع ما حوالين هذا الجذر العصبي بطريقة آمنة وحقن مواد علاجية لأجل الالتهاب، والعين بيقدر يمارس حياته الطبيعية جدا ويغادر المستشفى خلال ساعة من إجراءنا من هذا التداخل البسيط. وإن شاء الله بتبقى من الحاجات اللي بتجيب نتيجة مهمة جدا في ديب القناة العصبية.